Good morning, students. Our lesson today is Working with Words, class book, page 99. It is how to change the noun into an adjective. We add the suffix full to the noun and it becomes an adjective. We have, إذن نحن كيف منحول الاسم ل adjective صفة؟ باستخدام هدول الحروف في نهاية الكلمة اللي هن full. Wonder, okay, هاي noun. ضفنا لها full صارت الكلمة wonderful. إذن wonder اللي هو ممكن نقول إنه هو استغراب معناها بالعربي. Wonderful, جميل أو رائع أو مدهش. فإذن هذا كان بالضبط اللي هي التكنيك اللي عم نستخدمها لنحول الناون للأدجكتيف. في عنا مجموعة هون بالكلاس بوك من الكلمات لازم نعرف، لأنه هذا الدرس بيشتغل على إضافة السفكس وبيشتغل على المينينج كمان المعنى. هلأ عنا wonder اللي زي ما قلنا استغراب، اللي هي معناها feeling of surprise. لشو تحولت ل wonderful صارت هلأ معناها مدهش. cheer اللي هي to make, making a loud voice to express happiness، اللي هي cheer اللي هي مرح، صار عنا cheerful. cheerful يعني شيء يعني مرح مرح. okay. help اللي هي معناها مساعدة، اللي هي giving hand. بنقول helpful يعني مساعد. care اللي هي معناها looking after something، اللي هي عناية، اتحولت مع full صارت careful اللي هي حريص حذر. play اللي هي activity for enjoyment اللي هو لعب، صار عنا playful نوصف شخص بانه playful.